أهلا أحبائي من جديد في برنامج قوة التحول، وسنتابع حديثنا في عمل المسيح الذي يستطيع أن يغير الفساد ويغير الأفكار الشريرة إلى نعمة من عنده لحالة بر وقداسة. أخ طلعت، خلينا نتأمل بكلمة الرب من خلال السفر اللي بين أيدينا، كيف يستطيع الرب أن يعين ويغير. ولي مرجع من كلمة الرب أريد أن أقرأه معك بكل سرور أخي. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. لاحظ الفساد الكامل وشرور، حضرتك ذكرتنا بسبع نقاط وتدرج وانحدار صعب، لكن فورا منلاقي صورة جديدة بالضبط. والصورة الحلوة المباركة بقول أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. يا ريت تعطينا تعليق حلو عن ما يقصد في وجود نعمة في عيني، وجد نعمة في عيني الرب. الفساد الأليم كان في رد فعل عن الله ذكر هنا. بيقول الكتاب هنا عن إلهنا لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. كلمة لا يدين جاية ينازع يصارع، ولو حطينا اللام قبلها أو اللام ألف يبقى لا ينازع لا يصارع. فالرب تأسف وحزن على هذا الشر اللي في حالة الإنسان. والجزء اللي قدامنا اللي احنا قرينا منه وتوقفنا في عدد 11، فسدت الأرض أمام الله، فالله تأسف وحزن إنه خلق الإنسان ووجد الإنسان في هذه الصورة الأليمة من الفساد. وبص الرب امتلأت الأرض ظلما، ولكن في قوة التحول الإلهي اللي أجراها الرب يبين لنا شخصية نوح في ثلاث حاجات. أول حاجة يرينا التحول في قوته، في أن نوح وجد نعمة في عيني الرب. وقد إيه ده شيء يؤثر جدا، يأخذ بفكر الآن الرب لما ذكر في سفر رعوث، رعوث المؤابية اللي أتت من مؤاب وخلفيتها مؤابية أمام بوعز، قالت كلمة كيف وجدت نعمة في عينيك، في عينيك وقدام إنسان كيف وجدت نعمة في عينيك. الأمر مهم قوي إن الشخص يجد نعمة في عيني الآخر، ولكن الأهم إن الإنسان يجد نعمة في عيني الرب، وده المحك الرئيسي. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. والحقيقة أما دي أداة فاصلة. طبعا أداة فاصلة بتفصل بين فساد أليم لقوة التحول في بر عظيم. النقطة دي برضو التانية، يطلع هذا الإنسان رجلا بارا كاملا في أجاله. طبعا البر إذا ارتبط بإنسان بر نسبي، ولكن البر إذا ارتبط بالله كامل بر مطلق كامل. بر نسبي طالع نازل، ولكن البر الكامل فالله الذي ليس فيه خطيه ولم يعرف خطيه ولم يفعل خطيه. هل لنا نحن أن نتمتع بالبر الكامل؟ طبعا. والحقيقة احنا محتاجين كأناس، أنا أضم نفسي مع التدرج السباعي ده، وده الإنسان في خطيته في شره في بعده عن الله. صحيح. الإنسان محتاج للتبرير ومحتاج للبار القدوس ليبرره. وعشان يتبرر الإنسان لابد من جانب إلهي وجانب إنسان. صح. الجانب الإلهي يجد نعمة في عيني الرب. الجانب الإنساني إن يعترف بخطيته. عشان كده يقول الكتاب في رسالة روميا، فإذ قد تبررنا بالإيمان فالإيمان يبرر الإنسان أمام الله. أمين. والإنسان لما يتبرر قدام الله أخي جميل، يهتف من قلبه زي ما قال داود في مزمور 32 وذكر أيضا في رسالة روميا واللي اقتبس من مزمور 32، طوبى الذي غفر إثمه، ده الغفران، صح، وسترت خطيته ودي الكفارة. طوبى الرجل لا يحسب له الرب خطيه، ده التبرير. عايز أقطعك شوي في هذا الموضوع بكل سرور.
لما نقول سترت خطيته، هل الأمور القديمة فقط ولا انتقل إلى حالة أنه هو مستور كليا؟ من غير شك الخطية تستر، تستر بواسطة كفارة. أمين. والكفارة لها معنيين على الأقل. المعنى الأول إرضاء، إرضاء لله، وده اللي عمل المسيح. والمعنى الثاني تغطية، كفر، غطاء. فاللي بيحصل بالظبط التبرير ده ان الرب ما يحسبش عليك اي خطية. ليه؟ لان اخذ خطيتك وخطاياي، والخطايا دي وضعت على المسيح. هل استطيع ان اقول بمعنى اخر، هل استطيع استنتج واقول اني ماضي وحاضري ومستقبلي مستور؟ طبعا. ليه؟ في كورنثوس الثانية بيقول ايه؟ جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجله. فالمسيح أتى للعالم وحمل الخطية ونزع ورفع الخطية. جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجل لنصير نحن مش متبررين بس، بر الله فيه. عشان كده ربنا بيدي الشخص المتبرر ده خدمة اسمها خدمة المصالحة، ويسعى في شوط الخدمة ويطلب يقول للآخرين تعالوا تصالحوا مع الله، تصالحوا مع الله. أمين. وأشكر الرب جدا أن نوح بعد ما وجد نعمة في عيني الرب يذكر قدامنا أنه كان بارا. ثم الأمر الثالث، صار نوح مع الله. المسيرة مع الله كانت تحتاج في البداية نعمة من الله، والنعمة من الله كانت توجد الإنسان في حياة بر أمام الله، والبر اللي أمام الله تجعل الإنسان ضميره مستريح من كل ناحية في أن يمارس أي شيء في مشيئة الرب وهو ضمير مستريح. أمين. اختلعت. طيب أنا لو جيت لعند الرب بفسادي، بزيغاني، بكل صفاتي التي لا أحب أن أذكرها وأتيت إليه، هل يستطيع الرب أن يلبسني ثوب جديد؟ أنا بعتقد في حاجة بسيطة قوي، يمكن حد بيتابعنا شبان أو فتيان أو في التين إيجرز اللي هي مرحلة المراهقة، أشوفها في إنجيل لوقا أصحاح 15. الابن الأصغر اللي أخذ كل ما له وذهب إلى كورة بعيدة وابتدى يجوع واحتاج واكتسف ظروف قاسية جدا جدا، فكر في نفسه كم من أجيل لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوع، وصمم أقوم وأذهب إلى أبي. أيوة. وأقول، يقول لأبو طبعا، يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابني، اجعل لك أحد أجراك. قال الكلام ده جواه وفكر، لكن جه في وقت ما وقال، أول ما وصل لباباه الآب احتضن، ما كملش حتى الكلام، بدأ يعترف أخطأت للسماء قدامك لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. وقفه قال له لا بقى، أنت مش هتبقى أجير ولا عبد، لكن هتبقى ابن. واحتضنه ولبسه ثوب. الثوب ده الأول، حلة أولى. أيوة. ويقدر يغني من القلب، قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، كما ذكر في إشعياء 61 عدد 10. إذن هناك بالفعل هناك قوة تحول لكل خاطئ طبعا يأتي إلى المسيح طبعا ويتبرر ويصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع. وده يا أخي جميل، مش اختبارك الشخصي واختباري؟ نعم. عشان كده نود المشاهد الكريم يكون عنده هذا الاختبار. والمفاجأة اللي سبق وذكرتها في الجزء الأول من هذا البرنامج، أيوة، أن هذا الشاب اللي كل ذهنه ملوث بالأفكار الشريرة أتى للمسيح، أتى المسيح رغم شره. طبعا. مبارك الرب. بصراحة لون وجهه وبسمة اللي على وجهه بتشهد عن عمل التغيير القلبي والفكري اللي تم فيه. مبارك الرب. أمين. نود من القلب إن هذا الاختبار اللي عشته وشفته في هذا الشخص نشوف ونسمع من المشاهدين نظيره اتصالهم بطريقة أو بأخرى. أيوة. بينا بالعناوين اللي هتظهر على الشاشة اختبارات مماثلة. قديش منتشجع لو يتصلوا ويخبرونا ونعرف عن عمل المسيح وقوة التحول التي يعملها ربنا يسوع المسيح في القلوب.
آمين ثم آمين. ليباركك الرب.